بكم من جديد، ودائما الفقرات الفنية والغنائية تحديدا حاضرة بقوة في حضرة المساء ليوم الجمعة، ودائما أغنيات الطنبور وأغنيات الشايقي عموما عندها وقع خاص وقريب من القلب وقريبة من أفئدة كل السودانيين. محمد أكيد صحيح، وما بين الرومانسية البعيدة الجايبة آخرة، وما بين الوجع اللي ما عنده نهاية، وما بين الحزن والفراق والشوق واللقا، دائما أغاني الطنبور بتقدر تعبر عن مشاعرنا بشكل أكثر من رائع. احنا اليوم حنستمتع في هذه الفقرة مع واحد من الفنانين الجميلين جدا اللي حيقدم لنا مجموعة كبيرة من الأغنيات حتتنوع ما بين كل التفاصيل اللي حابين نعيشها وقاعدين نعيشها أساسا. وأستبت مرحب بك، مشرفنا ومنورنا اليوم، وسعيدين بوجودك معنا في قناة البلد. مرحب بكم ومساء الخير عليكم وعلى كل متابعين قناة البلد، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليهم يا رب. ان شاء الله احنا غايه الحاجه المتاكدين منها انه حنسمع اغاني جميله، وان شاء الله تكون مجهز لنا اغاني كثيره لانه حابين نستمتع معك في الاجواء الجميله دي في حلقتنا اليوم ان شاء الله. طيب حنبدا بشنو؟ بدايه غني حنين انت من كلمات الحان الدكتور رامي قسم السيد. نسمع له التحيه يا استاذنا. حنين انت حنين انت، جميل طبعك وريف زي طول غماماتك. حنين انت جميل طبعك وريف زي طول غماماتك، وقدر ما الحزن تاوق لك تدس ورا بسيماتك. حنين انت حنين حنين انت، جميل طبعك وريف زي ضوء غماماتك. حنين انت قدر ما الحزن تعود لك تدس ورا بسماتك. حنين انت وقفت على رصيف الشوق تحن لصوت قطاراتك. حنين انت وقفت على رصيف الشوق تحن لصوت قطاراتك. حنين انت كتير الدنيا ضاقت بيك وما ضاقت براحاتك. حنين انت تعاين في المطر جايك برغم ان السحاب فاتك. تعاين وتشيل زادك على المحتاج وما تفضل شي لذاتك. حنين انت حنين حنين انت، جميل طبعك حنين انت وتحب الناس وديما مبيض النية. حنين انت حنين انت وتحب الناس وديما مبيض النية. حنين انت تعدي وما بتقف في القيف ولا بترجى المعدية. حنين انت براك قادر تكون إنسان وتملى الدنيا حنية. براك قادر تكون إنسان وتملى الدنيا حنية. براك قادر تكون إنسان وتملى الدنيا حنية. براك قادر تكون إنسان وتلم الوازة والطنبور مع الرقصة البجاوية. حنين انت حنين حنين انت، جميل طبعك وريف زي ظلماتك. حنين
عنين انت بدر الملح تعود لك بالسهرة بسمعك الحنين انت حنين انت وسمح زي زول لبس روال وعراقي حنين انت وشاطر انت فوق كتفه قد غيش من دل للساقي يقينك مالي قلبه يقين ولا بتهتم بالباقي يقينك مالي قلبه يقين ولا بتهتم بالباقي وإذا كان الدروب ما شات أكيد الخطوة بتلاقي حنين انت إذا كان الدروب ما شات أكيد الخطوة بتلاقي أكيد الخطوة بتلاقي أكيد الخطوة بتلاقي حقيقة والله يا معز صوت جميل حقيقة يا ملاز وكلمات رائعة حي الشاعر رامي قسم السيد قدر ما الحزن تاوق ليك تدي الصورة بسماتك يا سلام شيخ محمد اتأثر منه هو ما عنده ارتباط كبير جدا بالأغنية السودانية لكن اتأثر وحفظ الأغنية السودانية لأن الأغنية مميزة وجميلة طبعا أغنيتنا أغنية الشمال بطبع يعني أغنية حنينة تعبر تماما عن كل سوداني أثر شنو في إنها هي قريبة من قلب كل سوداني وفي إنها دائما بتلقى المساحات إنه الناس كلها بتحبها وبتنسجم معها والله أنا حسب وجهة نظري أنا بقول من حنية الأغنية وحتى من لهجتنا وهي من صدقها يعني صحيح يعني ما يمكن عندنا كمية كبيرة من الشعراء ما فيهم زول يمسك ورقة وقلم كده ويقول دايركتيف هو بيعبر عن حاجة هو عايشة حاجة حقيقية عايشة وبتصادف وجدان كل السودانيين تقريبا أنا جميل. ما بقول كلهم لكن تقريبا 80% من السودانيين صحيح هم بيعيشوا نفس الحاجة اللي عايشة الشاعر عشان كده هي قريبة من كل الناس ودائما معظمها تكون من 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 قصص واقعيه ولا شنو يا مصر ايوه صح عشان كده بتلقى نفسك فيها وبتلمس مشاعرك واحاسيسك نعم طيب صوتك الجميل ده متين اكتشفت هذه الموهبه الكبيره يا معز وهل في زول معين قال لك لا انت ممكن تبقى فنان وتغني وكده والله قصه الغنى عامه ما بدت من زمن طويل لكن كنت بعزف طنبور وانا كنت صغير في البلد هناك العفاط كنت بعزف الطنبور لحد بتذكر في الابتدائي لحد في سنة تامنة بالضبط كده كان عندنا كل 15 يوم يوم الخميس كنا بنعمل جمعية أدبية كنت أنا بعزف الطنبور وصديقي له التحية من هنا حاليا في السعودية محمد علي فلسطين ده كان بيغني وأنا كنت بعزف الطنبور لكن موضوع الغنى ده اكتشفته متأخر شديد كنت بخجل من موضوع الغنى ده ما بخلي زول يسمع أغناي اللي يمكن ناس البيت الأصحاب الناس القريبين لكن سنة 2017 عندي صديقي وأخوي ربنا يديه الصحة والعافية خالد التاج قال لي يا أخي أنا سمعتك في حتة كده بتغني في بيتكم وعندك مستقبل كبير وممكن تمشي لقدام يا أخي قلت له والله أنا الحاجة دي شايف انها حاجه كده يعني موهبه حقتي خاصه بي وما ما داير اطور الموضوع قال لي يا اخي انت كده وري الناس الحاجه اللي بتعمل فيها دي وبعد ذاك شوف ردود الافعال وقال لي انا بقيف معاك في الحته دي بدل في تسجيل اغاني اغاني كانت كلها مشاركات اداء اغاني حقت فنانين وكان بيشتغل الاغاني دي برا وباللابتوب في البيت وعمل لي جروب في الفيس اللي هو الجروب المستمر معانا لحد الان فبدأ ينشر في الأغاني والناس بدأت تزعل ده منه بقى يرد عليه إنه ده ولد شاب اسمه المستبد فالحاجة دي بدأت تمشي لقدام لحد نهاية 2017 تقريبا لقيت أستاذنا الكبير خالد شقوري في نادي الحجير والمقل في لمة الأربعاء كان فيها كمية من الفنانين والشعراء ناس أنا كنت بشوفهم في التلفزيون بس لقيتهم فأول تعامل فني لي كان مع أستاذنا خالد شقوري تحية كبيرة له طبعا أستاذ خالد تحية كبيرة له والله هو غير انه شاعر وغير انه استاذ بالنسبة لي انا بالذات انا قاعد اشوفه يعني زي ما بقول الاب الروحي حتى ممكن استشيره في حاجات ما عندها علاقة بغنى ولا عندها له التحية يا
قال لي يا اخي انت ممكن تكون عندك اغاني خاصه وانا بديك هديه اغنيه ممكن لو قدرت تلحنها ممكن تبقى اول اغنياتك الخاصه وما عندي اشكال في الموضوع. يعني انا بديت من خالد شقوري دي كانت ذاته بالنسبه لي حافز بدايه كبيره انه انا اواصل وامشي غنيت له ويتمني يتمني يعمل همة فني وبقت بدايه لكميه من الاعمال من خالد شقوري واستاذ رامي قسم السيد وعطى الكنيبلي الحمد لله يعني بقيت عندها علاقه كويسه شديد مع الشعراء والفنانين مليون التحيه كلهم والله. في البدايه جاتك رهبه كده لما جيت تغني قدام جمهور وكده؟ والله انك انت كنت ما دارت طالما انا بديت من 2017 اجيب قدام الجمهور يعني يمكن 5 سنة والله 6 سنة اول مره تجيب ما جاتك رهبه دي هسه في ما اكذب عليك يعني في البدايه لما نزل يقف قدام المايك الموضوع ده عنده رهبه اكيد حتى لو في حلقه زي دي كده بدايه كده يعني الواحد يخش في عشان يخش في جو الغنى بيكون في رهبه حاجه طبيعيه كده. طيب نواصل في الرهبه وحترهيب ناسي بالشاوي والله بمناسبة الرهبة دي أنا ممكن أغني لكم مراهب الأحزان بس الله كلمات أستاذ علاء الدين خدر ومن ألحان الجميل اللي من حبان نسمع مراهب الأحزان وشجوني لسه في خاطر
صايب ماني قايب لطريق زمر خطايا صايب ماني قايب لطريق زمر خطايا صايب ماني قايب لطريق زمر خطايا أنا عشت في أحزاني راهب بيني والأيام حكايا صايب ماني قايب لطريق زمر خطايا السنين طالقاني غارب في بحر من غير نهاية مليت بالآه غني وانبلج للناس فنوني شلت من حزن الغارب شلت من حزن الغارب لسه في خاطر بكايا دمعة إحساسي لسه في خاطر بكايا دمعة إحساسي وجنوني. طب معز، هل الكلمة القوية والكلمة الرصينة دائما الموجودة في غنى الطنبور هل ده راجع لأنه مثلا زي ما أنت ذكرت قبل أنه دائما الغنى ده نتاج تجارب شخصية، ولا يمكن دائما الشعراء يكونوا متمرسين أكثر في أنهم هم يغنوا غنى بالقوة ده أو يكتبوا غنى بالقوة ده؟ والله أنا شايف إنها بتعتمد على بدايات الشاعر. الشاعر لما بدأ إنه يكتب كان في ياتو حالة، لو كان في حالة حزن، لو كان في حالة فراق عزيز وبدأ يكتب في الحتة دي، ممكن بعد ما يكون كويس ووضعه كويس يكتب برضه بالطريقة دي. فبتعتمد على بداية كتابة الشاعر، تاني تكون يعني طريقته واحدة، ما بيطلع من الطريقة دي إلا مثلا في الغنى الوطني أو كده بعد يطلع من الغنى العاطفي. لكن هسه أنا ممكن كم شاعر ممكن أقرأ قصيدة له قبل ما أقرأ اسمه أعرف إنه الكاتب منه من طريقة كلامه، لأنه بكون سامع من بدري قصائد أداها لفنانين تانين، وأنه بتكون طريقته قريب إنها واحدة كده. أنا شايف إنه الموضوع بيعتمد على بداية. جربت تكتب قبال كده يا ماز؟ والله جربت، لكن كتابات خجولة كده وما حتى ما بستحضر منها حاجة، لكن كان في أوقات بتاعت فراغ زمني وفراغ عاطفي كان في الزمن ذاك، فجربت أنا أملى زمني بأنه أمسك القلم ده أجرب أكتب. طبعا لأنه نحن بنغني وبنسمع الغنى كثير، كنا مستمعين جيدين قبل ما الواحد يبقى في حتة بتاعت غنى وقدام الناس، كنا مستمعين جيدين وبنحفظ الأغنية، فالحاجة دي خلت عندي جرس كويس في الشعر وغافية موزونة وكذا. لكن طبعا ما نبقى زي ما بقول ركاب سرجين، ففي النهاية لما لقيت انه انا بغني لقيت انه مفروض اختار الأغنية من زول غيري واغنيها. طيب كنت بتسمع لمنو منو من الفنانين الطنبور اللي أثر فيك في البدايات؟ والله طبعا نحن بما اننا من العفاض فالمرحوم ياسين عبد العظيم عندنا نمرة واحد، أي زول عندنا من العفاض فنان ما فنان بيعرف يعزف على آلة الطنبور شغال في شغل كده بتلقاه بيندم بأغاني المرحوم ياسين عبد العظيم، هو مننا من العفاض ومن أهلنا ومن الشخصيات اللي كان مشهور جدا زمان وأغانيه مشهورة، يمكن أي فنان طنبور مسك طنبور غنى بيمر عبر محطة المرحوم ياسين عبد العظيم، فده أول زول أنا غنيت له ياسين عبد العظيم. لكن بعد ما اتمكنت شوية في موضوع الطنبور وعينت لي طريقة التكنيك بتاعة العزف عندي وطريقة الغنى عندي وخامة الصوت الدرجة الصوتية اللي أنا قاعد أغني فيها، فلقيت نفسي بشيل أغنية ياسين عبد العظيم وبغنيها بطريقة تانية ما هي طريقة ياسين. عداك عرفت إنه الطريقة دي بداها قبالي الأستاذ الكبير محمد النصري، بقى استماعي كله كان محمد النصري فترة من الفترات، حتى أثر في طريقة غناي، الناس كان قاعد يقول لي أنت قاعد تقلد محمد النصري. لكن طبعا أي شايقي أي زون من الشمالية بيسمع محمد النصري
معانا ناقد فني عظيم جدا هنا يعني ممكن يفتلك في الموضوع ده تماما يعني. فتاني انا عندي زول استاذ كبير وراجل غامة والله له التحية, قامة فنية انا بسمع له يمكن ما بفوت حفلة لو حفلة مناسبة وما عندي علاقة بها سمعت تبعي مغنية قاعدة شاطرة الأستاذ الكبير معاوية المقل له التحية. سلام أسامي كبيرة بكل تأكيد لا التحية وربنا يرحمه الأستاذ الكبير ياسين عبد العاصي عشان ما نقوم نظلم كمان باقي الفنانين. أنا والله قاعد أسمع كل الناس لكن في النهاية زي ما قلت لك أنا مستمع يعني حقي يكون عندي الزول المفضل أكيد عندي. فأنا بسمع محمد النصري وبسمع معاوية المقل واستمتع جدا لأستاذنا الكبير معتصم إبراهيم. وبعد ذاك في شباب يمكن واحدين في جيلنا واحدين سبقونا ما بكثير بشوية فديل لأنه أنا حاسب الناس أخواني وناس زملاني في الوسط. أنا بشوف إنه التعامل بيننا التعامل بيننا مفتوح في الأغاني. أنا لازم أكون سامع أغانيهم كلها صحيح أيوة بسمع عليهم مثلا أستاذ الحبيب البرصة أستاذ مؤمن كرار سيف الدين حسين نارتي بكري بشير ديل أصدقائي بنكون سامعين أغاني بعض كلها وبنتبادل حتى الأغاني بيغنوا حاجات من اللي عندي وأنا بغني من عندهم. اليوم التحية كلهم والله بتمنى لهم التوفيق. طيب جبال أنت قلت لما كان عندك فراغ عاطفي كنت بتكتب ما حصلك من الحاجات اللي كتبتها لكن داير إهداء منك أغنية الآن لأي شخص عنده فراغ عاطفي ما قاصد زول النار ما في مشكلة أنا بقوم مغني عاملة كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية وحتى لو فارقت دربي أنا بيك مهتم يا بنية برضو كلمات والحان الجميل رامي قسم السيد ومهدا لأي زول عنده فراغ عاطفي غيري أنا أنا ما عندي فراغ عاطفي عشان ما تجيب لي مشاكل عاملك كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية عاملك كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية وحتى لو فارقت دربنا بيك مهتم يا بنية كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية عاملة كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية حتى لو فارقت دربنا بيك مهتم يا بنية عاملة كيف الدنيا بيك عاملة كيف الدنيا بيك ويا حبيبة إن شاء الله عافية عاملة كيف الدنيا بيك ويا حبيب إن شاء الله عافية واسمحي لي كمان أعاد بك واحكي لك شوقي الخرافي أصلي ما ظنيت نخيلك يوم يقوم غير في ضفافي ماني مصور أفارقك واكتبك للناس قوافي انت كيف والدنيا بيك طمنيني عليك شوية عاملة كيف الدنيا بيك طمنيني عليك شوية حتى لو مشت خطاك ولو بيدي بطولك أبقى نجمات في سماك أنا لو بيدي بطولك وأبقى نجمات في سماك بس عشان ألقاك سعيدة وما أكون
أسباب شقاكي بس عشان ألقاك سعيدة وما أكون أسباب شقاكي داير أبعد عن طريقك وفي بعادي بكون معاكي أنت كيف والدنيا بيك عامل كيف والدنيا بيك حتى لو فارقت دربي نبيك مهتم جواك لهفة الريد القديمة ومهما تبقى الدنيا خاينة نبي وفاي من شر غيمة وانتصارك يوم تحس انه في نظرك هزيمة أجمل يبقى لي معناه قيمة كيف الدنيا بيك ولين عليك شوية عاملة كيف الدنيا بيك ولين عليك شوية وحتى لو فارقت دربي نبيك مهتم يا بني جدا. طيب يا معزة وانت اللي بدأت أساسا بالتعامل مع خالد شبوري في بداياتك هل في شاعر معين بتحلم منك تتعامل معه؟ والله هو الشاعر مش بحلم أي فنان طنبور يحلم يتعامل معه أستاذنا الكبير سيد أحمد عبد الحميد هو طبعا للمعلومة يعني هو شاعر يعني مع الحلتنا دي من أشهر غنيات طبعا شاعر كمية من الأغاني عند النصري من فنانين كتار أنا والله يعني بستمتع جدا بأغانيه عند الفنانين لكن لحد هسه ما حصل لي الشرف إنه أغني حاجة خاصة منه لكن بإذن الله يوم من الأيام أغني لأستاذنا الكبير سيد أحمد عبد الحميد ده الزول اللي بحلم إنه أنا أغني أغنية تكون من أغانيه الخاصة وتكون من كلماته وألحانه قاعد تلحن يا معز ولا؟ والله ملحن في أستاذ خالد شقوري ده أنا غنيت له أربع أعمال في الأربع أعمال فيها ثلاثة من ألحاني وواحد من ألحان ود العوض وفي تاني كمية من الغنى من ألحاني لكن ما بميل دائما لأنه ألحن براك لأنه لما أنت لحن براك في النهاية بتخش في تشابه ألحان إحساسك بيكون واحد خصوصا لو الكلمات الغنيتة دي مشابهة لبعضها وموضوعها واحد مثلا أربع أغاني عاطفية الأربع أغاني موجودة عندهم محتاجة ألحان ممكن تقرب مني الألحان يعني ممكن أنا أقوم ألحن الأغنية وبعد فترة ألحن واحدة يطلع فيها تشابه من ديك يعني فعشان كده بحبز إنه مثلا لحنت لحن تاني قريب ما ألحن أختار حاجات تكون ملحنة عشان كده دائما بغني مثلا لرامي قسم السدة رامي ده بيديك الأغنية جاهزة أستاذ خالد عبد الله بخيت يديك الأغنية جاهزة مكتوبة وملحنة أنا بحب زين إنه أغني للناس دي أغاني كثيرة عشان أطلع من حتة التشابه الألحان الاتهام بتاع التشابه الألحان ده بيرجع لأنه بقوله غنى الطنبور ما بيهتم بالتوزيع الموسيقي يعني كلمات وألحان والغنية بتطلع فعشان كده تحس إنه دائما في تجارب في اللحن الاتهام ده صحيح؟ والله ما صحيح هو الطنبور لو انت لاحظت انه خمسة اوتار يعني ما زي باقي الالات الموسيقية انك ممكن تقدر تطلع ما بتقدر تطلع من الخمسة اوتار دي لكن ما في تشابه والله يعني انا شايف انه فنانين الطنبور ابدعوا في اغاني كثيرة وفي ناس عندهم تشابه الالحان وفي فنان ممكن يكون عنده اغنية مشابهة في لحن لفنان ثاني لكن طالما فنان طنبور عنده طنبور آلة بسيطة آلة شعبية هو قادر يلحن بها أغنية كاملة ويوصلها للجمهور والناس تسمعها ممكن عندنا فنانين وصلوا أغنية الطنبور للقومية وللعالمية
استمعوا لنا خارج السودان، فدي حاجة والله تحسب لنا. أكيد. الفنانين الطنبور تحسب لهم. سهل ولا صعب تعلم الطنبور يا مازن؟ والله ما سهل. ما سهل. أنا إذا علمت العزف على العود مع صلاح خالي ما 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 أخذت فترة طويلة عشان أعزف عود. وإذا علمت الأورجن في ليلة واحدة. في أورجن قاعد عندنا في البيت وصلت الأورجن اتعلمته، لكن الطنبور ده يمكن غرابة الثلاثة سنة في طنبور موجود معايا وأنا ما قادر أجيب أغنية واحدة. بعد فترة طويلة حتى عزفت أغنية، مع إنه ممكن يكون أبسط من باقي الآلات دي، لكن بساطة دي ذات المصعبة الفكرة بتاعت العزف عليه. أنا الآن شايفك معاك اثنين، كنت داري دي واحد لملاز ونبدأ نحاول نعلمه كده على الهواء يعني. لا هذا موضوع طويل. طيب الفرق شنو لقيت معك مثلا الاثنين؟ هما نفس الشيء ولا والله اختلاف على اختلاف السلالم. انت بتكون شايل معاك اكثر من طنبور. كل اغنيه عندها سلم معين، يعني لو لاحظت في الاورجن في الكيبورد الفنان بيتلفت على بتاع الاورجن عشان يغير له السلم للاغنيه الجايه. فهناك مريحه جدا، بيقوم يضغط على زر واحد يغير السلم من دو مثلا لفا. لكن انا عندي طنبوري ده الليله موزون دو، بيجيب الاغاني في دو. تاني ما عندي طريقة أغني أغنية في سلم تاني إلا تغير الآلة، إذا يا أغير الآلة يا أغير الدوزنة بتاعت الطنبور اللي هي أعمل الوزنة بدل العادية دي أعملها منصورية، ودي ما أي زول بيشتغل بها. دي بتقلب السلم خالص. يعني أنا لو بغني في دو ممكن أغني في فا بنفس الطنبور لكن بدوزنة تانية، عشان كده أريح نفسي من الوزنة الكثيرة دي. ممكن أكون شايل معي 3-4 طنابير. وفي اختلاف في أصواتهم، يعني هسه طنبور طنبور كبير طنبور جلد اللي هو عندنا بيسموه الطنبور الرخيم. ايوه صوته بيكون فيه رخامه. الطنبور الثاني ده طنبور خشب، طنبور صغير وسلم وسلم نص، بيكون فيه اختلاف في صوته منها. هل ممكن تغني يوم بفرقه موسيقيه وتستغنى عن الطنبور؟ لا ما بستغنى عن الطنبور، ممكن احاول اغني بفرقه موسيقيه، لانه اصلا انا كان عندي حب شديد للموسيقى. وسمعت الراحل المغيم مصطفى سيد احمد كثير، وغنيت جزء كبير من اغانيه بالطنبور، وبسمع الفنانين الشباب ديل كلهم، احمد الصادق وحسين الصادق وهلاليه عاطف السماني. انا عندي حب شديد يعني للموسيقى، ومرات بحاول بغني باوركسترا، بغني بفرقه، بغني باورجن، لكن ما معناه انه هستغني عن الطنبور. اقرب الالات الموسيقيه لي، حتى اذا انا ما شلت الطنبور ده في يدي ما بحس باحساس الأغنية. هو اللي بديني إحساس الأغنية. يعني حتة إنه أنا جربتها مرة في الأستوديو، كنا دارين ندي الصوت اللي بتاع الأستوديو، دارين نديه صوت بيور كده، فقال لي تقوم تديني الأغنية كلها تراك واحد مسجل صوت بس، بعد ذاك ترجع تسجل بعد الطنبور. يمكن دي الأغنية الوحيدة هسه حاليا من الأغاني بتاعت الماستر بتحس فيها بإنه في حاجة ما طبيعية. لأنه ما كان في طنبور في يدي لما غنيت، أنا كنت سامع صوت الطنبور بالسماعات من برا من خارج الأستوديو. سامع صوت الطنبور وبعزف، حتى جوا الاستوديو انا قاعد بدون طنبور كنت بحاول احرك يدي هنا على اساس انه في طنبور موجود معي. يعني انا بشوف انه الاحساس ذاته بيجيني من اوتاري من طنبوري، وما اظن يعني الزول يستغنى عنه. جميل. هل بتلقى نفسك اكثر في اغاني الناس الثانيين اللي بتكون مشارك فيها بالاداء، ولا بتفضل اغانيك الخاصه؟ والله لحد هسه طالما انه انا ما مشيت بعيد وشايف نفسي في يا دوب في اول الخطوات، فدائما بتعجبني اغاني الناس. يعني انا بحاول بعمل لنفسي في قاعده، وبحاول بعمل لنفسي في اساس متين، وبغني في اغاني حقتي خاصه وبسجل في الاستوديو كده، لكن في اي ملم في اي منتدى في اي حفله مناسبه بتلقى نفسك عشان طرد الجمهور اللي لسه ما سمع غناي ويتمكن فيه، ولما بيجوا مثلا يطلبوا مني انا لازم اوريهم نفسي بغنى الناس. وبعد ذاك ممكن تعمل اغنيه اغنيه من اغانيك الخاصه عشان توقع بها فكرة إنك أنت عندك أغاني وجاي بطريقة معينة. لكن حتى غنى الناس النزول المفروض يعمل فيه بصمته الخاصة. مثلا لو في أغنية للنصري أنا غنيتها في تسجيل وطلعت، مفروض الزول اللي بيسمعها من الجمهور اللي بيعرف الطنبور مفروض يقول بس لو ما قال ده المعز يقول ده ما النصري. يعني ما تغني الأغنية بنفس الطريقة وبنفس الاستايل اللي غنى بيه الزول، لازم تطلع من صحيح. طيب هسه معنا شنو هسه يا معز؟ خاص والله بريح انت واحساسك احنا الليله. الله يطيب.
ارجع لكم لورا اساسنا وبداياتنا المرحوم نعم ادم. يا سلام. اغنيه يمكن 70-80% من السودانيين بيحبوها. الزول الوسيم. كلمات استاذ محمد سعيد دفع الله. الزول الوسيم في طبعه دائما هادي من اوصاف قول اذكرني هادي يا شادي. الزول الوسيم في طبعه دائما هادي ودائما هادي من اوصاف قول اذكرني هادي يا شادي. من حور العيون خدك الورود تلقاه دايما نادي. الزول الوسيم في طبعه دايما هادي ودايما هادي من اوصافه قول اذكرني هادي يا شادي. ومن عينيك والله من عينيك سيوف عن تربني جدادي. كبير جدا من الفنانين الشباب، لكن بجد المرة دي كان شكلها مختلف. الله يديك الصحة والعافية. هل في أغنية معينة بتحس إنها كان عندها دور في إنها قدمتك للجمهور بشكل كبير أو عرفتها من خلالها؟ أغنية إحساسي أنا في عاملة كيف، لأنه كانت اسم أول ألبوم غنائي نهاية 2017 بداية 2018 كان اسمه عاملة كيف. الاسم كان شوية كده جاذب إنه الناس تسمع تشوفها مع عاملة كيف.
وكانت اسم للالبوم ذاته يعني زول لو خش الالبوم بس بيكون داري يسمع عامله كيف دي اول حاجه منها يا يواصل يسمعك يا تجيب عليك كده. كانت اغنيه يعني مفترق طرق بالنسبه لي يعني انا من هنا اكون ولا اكون وجهه نظري ان الاغنيه عامله كيف. بعد ذاك بعدها جات كم حاجه لكن عامله كيف الاساس دي دائما يعني مهمة جدا بالنسبة لك ومؤثرة جدا بالنسبة لك. ايوه من بدايات من البدايات يعني كان انا لما نمشي حتة بكون ما عارف انه الناس ذي بيكون سمعوني او ما سمعوني ما بكون خدت احتياطي انه في زول يكون سمعني مع انه كان عندي البوم غنائي لكن ما كان في انتشار واسع وما في زول عارف المعزة منه لكن بلقى عاملة كيف دي في ناس سامعينها وكان بيطلبوها مني. فبعد ذاك مشت مع كمية الاغاني كل فترة بتطلع اغنية بتاخذ فترتها لكن عاملة كيف مشيت معاي كثير. وفي الفترة الأخيرة يمكن رجع الحبيب ليا رامي قزم السيد برضو كانت من الأغنيات اللي يحبوها ناس كتار ويطلبوها أغنية قريبة مني أنا زادة رجع الحبيب ليا وبلهفة لقيته زولي القبيل فارق عاد تاني لبيته كلمات الحان الدكتور رامي قزم السيد. يا سلام جميل جدا. الملاحظ انه انت يعني عندك اهتمام كبير جدا بالغنى الخاص يعني يمكن الفنانين الشباب بياخدوا وقت طويل في الغنى المسموع لحد ما يثبتوا اسمهم كده حتى نبدوا بعد ذاك ينتجوا اغاني خاصه. من البدايه انت كنت يعني بتسعى انك انت تعمل غنى خاص بك؟ والله طبعا يعني انا والناس اللي معاي الناس اللي معاي المهتمين بالاغاني بتاعتين المهتمين بطريقتي عندهم نظره انه نحن عندنا الفنانين دائما في أغنية الطنبور الفنانين مقسومين لقسمين. في فنانين غنى استماع ممكن يكون عندهم مستقبل مسرح انه يقعدوا ناس جمهور يغنوا لهم ان شاء الله في كافيه. المهم معروف انه ده فنان استماع مسرح في مطعم كذا. عندنا الفنانين جزء ثاني دي المشهورين بانهم فنانين مناسبات بيعرفوا يحججوا الحفلة كويس. الناس اللي معاي ديل شايفين انه وانا شايف كده شايفين انه في مستقبل في المستقبل يعني اتمنى انا ذاتي ذلك انه زول يقعد قدام ناس وغني لهم غنى هادي الناس تقعد تسمع بمزاج. فعشان كده بختار دائما الغنى الغنى الاستماع والغنى الهادي وبقيت باسس لنفسي من بداياتي نعم بانه انا امشي على طريقتي دي عشان انت تبقى فنان استماع لازم يكون عندك ذخيره كبيره بتاع غنى صحيح وما غنى اي كلام يعني غنى يكون يلقى مكانه بين الاغاني السمحه اللي قاعده تطلع في الساحه دي. وده والله اللي وصلنا منك اليوم يا معز تبت اغاني جميله وكلمات راقيه وحضور واداء متميز جدا وحتى ثقافة تلقائية جميلة وانت بتتكلم وصوت اكثر من رائع. الغنية لسه دي حتكون اخر غنية معنا حتختار لنا شنو؟ ممكن غنينا غنى بك ده كثير. ايوه عليك الله فرح الناس شوية. رجع الحبيب لي يا سلام عليك. كلمات والحان الدكتور رامي قزم السيد. فايدة
جداني راجع ليك شان خاطرك الغالي عارف غيابك طال بس كنت في بالي من غير عيونك كيف الدنيا تحلالي من غير عيونك كيف الدنيا تحلالي وانا في بوادي هواك داير ازرع والله ما في إنسان غيرك تمنيته والله ما في إنسان غيرك تمنيته وكل اللي يريد عينك أنا برضي حبيته ما داير أسيب هواك لا مرة لك كثير معستبت شرفتنا ونورتنا اليوم استمتعنا بالأغاني الجميلة دي ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك إن شاء الله وتكون واحد من المطربين والفنانين المتميزين في مجال الطنبور. شكرا لك كثير على حضورك معنا والشكر أجزل طبعا دائما لكل السادة المشاهدين في كل مكان يا ملاذ وإحنا رحلتنا خلاص وصلت إلى خواتيمة في حضرة المساء.